تعالى ناخد السب يونت التالت في اليونت بتاعنا اللي هو اول يونت في الايه؟ بس هو كان خمسه، ده كان اربعه الاول وبعد كده بقى خمسه وبعد كده بقى سبعه، فانا ما غيرتش هو سبعه ماشي؟ سبعه بوينت هو سبعه. انا هعدي لكم الهاند اوت على بعض يا عم من غير ما ابعتها اهو، ثانيه واحده اهو اهو عشان ما تزعلش نفسك يا عم. ها دقة المحاسبين دي فظيعة. ايوه حلو كده. طيب التكلفة بقى ممكن برضه نبص لها بمنظور تاني اللي هي الكنترولبل كوست والنون كنترولبل كوست. ايه هي التكلفة الكنترولبل؟ وايه التكلفة النون كنترولبل؟ ايه؟ لا الكنترول اللي انت تتحكم فيها ماشي، اللي هي تحت ليك انت كمدير مثلا عندك السلطه وعندك القدره ان انت تتحكم فيها. النون كنترولبل دي انت ما عندكش ولا السلطه ولا القدره ان انت تتحكم فيها. كنترول كوست انت لو ركزت معاها هتقدر تخفضها صح؟ النون كنترولبل كوست خلاص انت اصلا مالكش دخل فيها، انت ايه معمولها اللوكيشن عليك او اي حاجه. الدايركت ليبل مثلا دي تعتبر كنترولبل او افويدبل كمان، انت ممكن تتجنب الدايركت ليبل والدايركت ماتيريال اللي انت توقف الانتاج ما تشتغلش خالص فمش هيبقى عندك التكلفه دي صح؟ لكن الديبريشيشن هل ينفع تعمله افويدبل؟ عشان كده بيسموه سان كوست او كوميتد كوست تمام؟ يبقى الكنترولبل كوست قال لك ايه؟ اللي هي ارزوز ذات بارتيكولار مانجر اللي هو مدير معين هاز اثورتي اند ريسبونسابيلتي فور، عنده السلطه والمسؤوليه تجاهها ماشي؟ كنترولبل كوست كان بي افكتد باي ذا ايفورت اوف مانجر، والكنترولبل كوست هتتاثر بالمجهود اللي بيبذله الايه؟ المدير دوت، ممكن يعمل مجهود او يعمل حاجه معينه فتؤدي ان انت تخفض من الايه؟ من التكلفه دي. فقال لك على سبيل المثال الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر ماشي؟ اند سيرتين فاكتوري اوفر هيد كوست دي كنترولد مع مين؟ الراجل بتاع البرودكشن مانجر. ممكن يشوف طريقه، ممكن يعمل حاجه، يركز في الشغل بشكل معين يخفض من التكاليف ديت لان هي كنترولبل بيه. قال لك انذر اكزامبل اللي هو الراجل بتاع المبيعات السيلز مانجر كنترول بالايه؟ بالسالري والكوميشن بتاعت الناس ايه؟ اللي شغالين معاه. طيب النون كنترولبل كوست بقى قال لك هي ايه؟ ار ذوز ذات ار نوت اندر ذا كنترول سبيسيفايد ايه؟ مانجر. ان اذر ووردز Controllability is determined at different level of organization. It is not inherent in the nature of giving a cost. على سبيل المثال تعال ناخد مثال من عندي او نكمل المثال اللي هنا. بيقول لك ايه؟ An outlay for new machinery may be controllable by division A vice president but not controllable by A plant manager. يعني الوقت الراجل بتاع مدير المصنع دوت بتاع بي ام دبليو في مصر. غيروا المكن بتاع المصنع كله فبيلبس في ديبريشن قد كده كبير لان المصنع جديد المكن جديد فعلاقه ايه؟ كبير. هل هو خد القرار دوت هو كمتحكم في التكلفه دي؟ هم بره خدوا القرار وراحوا مغيرين وراحوا ايه؟ بعتت له المكن دوت. طيب تاني different cost for different purposes. طب التكلفه دي بالنسبه للناس اللي بره بقى كنترولبل ولا لا؟ الناس اللي خدت القرار كنترولبل، لكن بالنسبه للمدير اللي هنا مش كنترول تمام. يبقى ديفرنت كوست فور ديفرنت ايه بيربس. حلو كده. يلا بينا. الكنترولبل كوست ار كوست ذات ايه؟ اول اجابه دي هناخدها لسه جايه، هناخدها في السكه. دي حاجه اسمها ديسكريشنري كوست، تكلفه اختياريه تمام. طب ار لايكلي تو ريسبوند تو ذا اماونت اوف اتنشن، يعني هتستجيب للانتباه اللي هيتبذل من مدير معين ماشي صح تمام جاد تمام تمام. طيب كنترولبل اكسبنس ايه
ايه هي دي؟ تمام. طب الـ avoidable cost والـ committed cost والـ sunk cost. avoidable cost اسمها كده تكلفة ايه؟ متجنبة، يعني انت ممكن تتجنبها. فقال لك ان هي تعريفها قال لك ايه؟ قال لك ان هي الـ cost that may be eliminated by not engaging in activity or performing more performing it more efficient. على سبيل المثال قال لك ايه بقى؟ الـ direct material cost نفس الكلام which can be saved by ceasing production. هتوقف الانتاج. فقال لك عامة الـ variable cost تعتبر avoidable ايه؟ cost. ماشي؟ يعني الـ variable cost بشكل عام تعتبر ايه؟ avoidable ايه؟ cost. ما تيجي تقعد هناك عشان ابقى شايفها. خلينا اعمل كل حاجه عشان اشوفها. تمام؟ consider ايه؟ افويدبل. ايوه يا عم انت كنت بص انا عمال اعمل كده برضه. يبقى الـ variable cost بتعتبر ايه؟ افويدبل ايه؟ cost. والـ fixed cost is not considered to be ايه؟ افويدبل cost، لان انت كده خلاص حلو كده؟ لان انت اشتريت مثلا مكنه ففي ديبريشيشن ليها. تتبع اللي انت اشتريت المكنه دي اللي انت هتامن عليها مثلا، تدفع لها مصروف صيانه مش عارف ايه، فكل دي خلاص تكلفه كوميتد، انت خلاص حابس فيها. فقال لك ان الكوميتد كوست دي بتيجي من ايه بقى؟ من هولدنج بروبرتي بلانت اند اكويبمنت. فعلى سبيل المثال اللي انت لما اشتريت المكنه دي بتدفع لها انشورنس، اشتريت المصنع فبتدفع له ايه؟ ريل استيت ايه؟ تاكس، ضريبه العوائد. تمام؟ ليس بيمنتس مثلا اجرت مكنه بليس عقد ايجار فهتدفع له ايه؟ ليس بيمنت. ماشي؟ الديبريشيشن بتاع الايه؟ بتاع المكنه دي. ماشي؟ بيقول لك they are by nature long term and cannot be reduced by lowering the short term level of production. يعني قللت البرودكشن، عملت اتشقلب ملوش دعوه، فهي خلاص هي ايه؟ كوميتد. ماشي؟ نتيجه القرار اللي انت خدته في الماضي، انت اشتريت المكنه دي قبل كده، فنتج عن القرار اللي انت خدته بشراء المكنه دوت تكاليف ثانيه بتتتبع للشراء دوت، زي قلنا مثلا اشتريت المصنع هتدفع له ضريبه عقاريه، هتدفع له تامين، هتجيب تراخيص، خلاص هي كوميتد. فبعد كده برضو لما جيت اتكلم ثاني قال لك ان الكوميتد كوست جت ايه؟ باست ايه؟ ديزيشن، قرار خدته في الماضي. ماشي؟ فعشان كده بيقول لك ان الكوميتد كوست شبه الايه؟ السان كوست، التكلفه الغارقه غير ايه؟ ماتت من هنا غارق. سانك يعني غارق، يعني اللي هو اللي هي الفكره ان هي خلاص انت كده كده يعني هو يعني موجوده. ماشي؟ بيقول لك السان كوست كوست ذات هاف اوريدي بين انكير اند كانوت بي ريكفرد. فعشان كده التكاليف دي بتبقى irrelevant بالقرار اللي انت بتاخده. ماشي؟ على سبيل المثال مثلا انت استاذ عبد الرحمن مثلا دفع فلوس الامتحان وداخل الجيش. راحت فلوسك يا صاحبي. راحت فلوسك. فانت دفعت كام دولار يا ابني؟ انا دفعت سيبك من المصري. يعني دفع 5000 جنيه مثلا. ال 5000 جنيه بالنسبه لعبد الرحمن دول سان كوست. ان هو سواء دخل امتحان او ما دخلش الامتحان عشان دخل الجيش رايحين خلاص هم، فاي قرار هياخده في المستقبل مش هياثر في التكاليف دي. صح كده ولا لا؟ لان هي جت نتيجه ايه؟ بصت ايه؟ ديسيجن، قرار خده. خدت القرار ده انت امتى؟ خده في الماضي في شهر 4 ونتج عنه تكلفه. فاحنا دلوقتي في شهر كام؟ شهر 8. هل هو يقدر يغير؟ الناس دي ما عندهاش الفند، اللي بيخش يجيب السبع ما بايه؟ ما بيرجعش تاني. فدي بالنسبه لك ايه يا عبد الرحمن؟ سان كوست. فهمتوا كده بمثال عبد الرحمن يا شباب؟ قال انت الحته دي هتلبس معاك. يلا بينا. التكلفه اللي انت ممكن
تعملها eliminated هتبقى ايه؟ avoidable صح؟ طب committed cost بقى ركز يا عبده بتاعتك دي بتاعتك يا ابني رامي ما جاوبتش ليه؟ مجدي انت النهارده مش معاك خالص ربنا يجعلك كده في الامتحان يا رب مجدي مش عارف فين النهارده مش معايا خالص لا سارة اعتذر تمام تمام الله ينور رامي انت اخترت بيه ليه؟ يجي السؤال اللي فات طيب تمام موجود يا اخو محمد معلش بس كان معايا حاجه على الموبايل لا لا بس عليك بتطمن عليك كوميتد كوست ايه بقى تمام انت قلت دي بيقول لك ديسايد تو انكير ان ذا كرنت بيريود حلو كده دي خلاص اولا كده مش كوميتد هي خدت القرار ذات دونت هاف كلير كوز اند افكت ريليشن شيب بتوين انبوتس اند اوتبوتس يعني تكلفه صرفتها كده مفيش علاقه واضحه ما بين الانبوتس والاوتبوتس دي اسمها ديسكريشنري كوست تكلفه اختياريه تمام؟ لا هو بيعرفك كذا هما انت هتظبط معاك بس هو بيعرفك كذا فكره عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي يعني هو تو كروم في اخر ماشي؟ طب الانكريمنتال كوست قال لك اذا اديشنال كوست انهيرنت ان ا جيفن بوزيشن يعني مثلا دلوقتي استاذ عبد الرحمن طب بلاش خلاص استعبد الرحمن طب خلي استاذ عبد الله حلو كده استاذ عبد الله دلوقتي بيحب الكرة لا بيحب الكرة انا خلاص بلاش الامتحان من اول كنت اقول بتاع كنت اقول مثال الامتحان وفلوس الكورس اللي اتدفعت بس هو طب خلي من ماتش الكوره ده عشان السؤال بتاع السي ام اي اصلا على الماتش ده هنا نقولها ايه؟ استاذ عبد الرحمن حلو كده؟ طيب استاذ عبد الرحمن دلوقتي عنده كان بعد ما حجز الامتحان واتمنى دي سانك ايه؟ سانك كوست فبقى عنده اختيارين ان هو ياخد الكورس هنا او روح ياخده فين؟ في اليو سي. في اليو سي الكرسي ب 12000 جنيه مثلا ونفترض الكرسي هنا ب 8 فالانكريمنتال كوست بتاع الاختيار الاولاني بتاع اليو سي 12 والانكريمنتال كوست بتاع الاختيار الثاني 8 هي تكلفه متزايده لان هو لو ما كانش دفع كل الفلوس بتاعه الامتحان دي ما كانش هياخد الكورس اصلا وما كانش يبقى فيه اي حاجه فهو فدي سان كوست خلينا بقى في الانكريمنتال تشويس بقى هو عنده اختيارين ياخدوا ب 8 ياخدوا ايه؟ ب 12 حلو كده؟ فنتيجه الاختيار ده هيتحمل تكلفه اضافيه على الخمسه اللي دفعهم 8 ونتيجه الاختيار الثاني هيتحمل تكلفه اضافيه عن الخمسه اللي دفعهم 12 طب الديفرنشال كوست بقى كام؟ فرق ما بين ال 8 وال 12 اللي هو ساعتها بيبقى ايه؟ بيفاضل ما بين الايه؟ الاختيارين دول انا هنا هدفع 12 وهدفع 8 هيبقى ايه 4 حلو كده يبقى الديفرنشال كوست از ذا ديفرنس ان توتال كوست بتوين تو بوزيشنز لو ياخد هنا كورس وياخد هنا ايه كورس حلو كده ما ده انكريمنتال تشويس ده انكريمنتال تشويس ايوه ما ده ما انت دلوقتي مش الاختيار اللي انت خدت الكورس في اليو سي ده هيديك تكلفه انكريمنتال وخدته هنا اديتك تكلفه انكريمنتال صح؟
حتى هنا في المثال بتاع جلاين قال لك انت بتختار ما بين تو تشويز. التشويز الاولاني الانفستمنت الاولاني هيكلفك 2.5 فده الانكريمنت تشويز الاول فيرست اوبشن. طب والسكند اوبشن هيكلفك كام؟ تمام كده؟ يبقى الديفرنشال كوست ما بينهم كام؟ تمام؟ برضه ممكن نطبق الكلام دوت على الانكريمنتال ريفينيو والديفرنشال ريفينيو. تمام كده؟ لو انت بتاخد القرار ان انت تبيع منتجين فالانكريمنتال ريفينيو هيجي لك من المنتج الاولاني هيبقى اكس وهنا واي والديفرنشال هيبقى ايه؟ الفرق ما بين الاثنين. طيب الانجينير والديسكريشنري كوست. بص بقى ركز في موضوع الانجينير ده عشان ده انا شخصيا كنت وانا بذاكر كنت بتلخبط فيه. فبيقول لك الانجينير كوست هي قال لك ايه؟ قال لك ذوز هافينج دايركت اوبزرفر وكوانتيفايبل وكوانتيفايبل كوز اند افكت ريليشن شيب بتوين ليفل اوف اوتبوت اند ايه؟ كوانتيتي اوف ريسورسز كونسيومد. حلو كده؟ يعني الانجينير كوست يبقى فيه علاقه مباشره وكوز اند افكت ريليشن شيب ما بين الليفل بتاع اوتبوت والكوانتيتي بتاعت الريسورسز اللي انت استخدمتها فزي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. تمام؟ تاني الانجينير كوست في دايركت كوز اند افكت ريليشن شيب ما بين الاوتبوت والكوانتيتي بتاعت الريسورسز اللي انت استخدمتها زي الدايركت ماتيريال والدايركت ايه؟ ليبر. الديسكريشنري كوست بقى بعض الاوقات بيسموها فليكسبل ايه؟ كوست. هي التكلفه ذات مي اور مي نوت بي انكيرد ماشي؟ عن طريق اللي انا هخش في اكتيفيتي معينه ماشي؟ يعني انا ممكن اتحملها او ما اتحملهاش عن طريق ان انا المانجمنت او انا اخترت ان انا اخش في الموضوع ايه؟ معين. عبد الرحمن قبل ما يدفع الفلوس دي كانت بالنسبه له ديسكريشنري كوست صح؟ لكن لما دفعها بقت ايه؟ سنك صح؟ ف الديسكريشنري كوست ايه؟ بيقول لك من الخصائص بتاعتها ان في انسرتينتي من الديجري بتاع الكوزيشن بتوين الليفل اوف اوتبوت اند ايه؟ كوانتيتي ريسورس ايه؟ كونسيومد ماشي؟ they tend to be the subject of periodic زي الـ annual outlay decision. طب الـ example بتاعت الـ discretionary cost التكلفة الاختيارية دي قال لك الـ ايه؟ الـ advertising والـ R&D والـ employee training are usually given as an example of ايه؟ discretionary cost لأن أنت بتصرف الفلوس على الحملة الإعلامية وأنت مش عارف هتدفع فلوس الامتحان انت مش عارف هتنجح ولا لا. لكن لو في كوز اند افكت ريليشن شيب ما بين الفلوس اللي بتدفعها الانبوت والاوتبوت هتبقى انجينير. طيب يلا اول سؤال دوت صح؟ الشباب الاونلاين تمام؟ تمام ايه. Costs that arise from periodic budgeting decision that have no strong input or output relationship are commonly called the تمام؟ تمام. Discretionary costs are costs that ايه؟ لا هي اللي هم بالاربع اجابات دول تعريفات بيقعدوا يربطوا فيهم فاختار الاجابه انت قال يعني هو بيجيب لك مثلا افويدبل كوست ويجيبهم لك الاربعه اقصد نفس الاجابه نفس الجيفنز لك بيجي لك ليه دي بتقول لك ايه؟ will be unaffected by current managerial decision. دي sunk cost او committed cost صح؟ شفت عبد الرحمن لما جه هنا بقى مش احنا اتفقنا ان الديسكريشنري كوست دي اللي هي
زي الار ان دي زي ادفرتايزنج مفيش دايركت ريليشن شيب او كوز اند افكت. فبيقول لك هنا المانجمنت ديسايد تو انكير الاداره قررت ان هي تدفعها في الكرنت في الكرنت بيريود عشان تمكن الشركه تو اتشيف اوبجكتيفز اهداف اذر ذان غير ان هي تعمل الاوردرز اللي مطلوبه منها باي كاستمرز. تمام. طيب الاوتلاي والاوبورتونيتي كوست حلو كده. بص يا سيدي استاذ عبد الله بقى استاذ عبد الله لما جه خد الكورس هنا كان عنده اختيارين ان هو يعمل مشروع وعنده عربيته اشتغل عليها اوبر. تمام. فكان استاذ عبد الله خلال الاوبر ده بيطلع له في الساعه 200 جنيه فالاربع ساعات بتاع الكورس دولت مثلا يضيعهم كان هيقف عليك الاسبوع ب 800 جنيه حلو كده. وفي نفس الوقت جه دفع ثمن الكورس هنا فهنا ادي 4800 جنيه والراجل ده الكورس ده 100 ساعه 800 في 100 ساعه يبقى كام؟ لا الساعه ب 200 جنيه 2 في 100 ب 20000 جنيه ودفع 8000 جنيه بتاع الكورس يبقى الكورس ده واقف عليك كام؟ ب 28000 جنيه حلو كده؟ عباره عن التكلفه اللي هي الاكسبلسيت اللي هم الثمانيه اللي هو دفعهم اوريدي والامبلسيت اللي هي ايه؟ اللي كان هيكسبهم. فالاوبرتيونتي كوست بالنسبه لعبد الله 28000 جنيه. الثمانيه اللي هو دفعهم وال 20 اللي ايه؟ اللي كان هياخدهم لو هو اشتغل ايه؟ اليوم دوت بدل ما كان يجي ياخد الكورس ولو ركز شويه بقى هيلاقي نفسه هيقعد يذاكر بدل ما كان يذاكر كان هينزل برضه يجيب 200 جنيه في الساعه فالموضوع خسران وهو هيسيب 60 جنيه وهيرجع ماشي. فبيقول لك ايه التكلفه الاكسبلسيت دي بقى او الاوت بوكيت كوست دي قال لك اكسبلسيت كوست انفولف بيمنت اوف كاش اند انكلود زي مثلا السالري والويجز والاوفيس سبلايز والانترست بيت اي تكلفه بينتج عنها فلوس انت ايه دفعتها. طب الاوبورتيونيتي كوست او الامبيوتد كوست ديت قال لك از ماكسيمم بينيفيتس فور جان الماكسيمم بينيفيتس اللي انت تخليت عنها او ضحيت بيها عشان حاجه معينه. يعني عبد الله كان قدامه ماكسيمم بينيفيتس ان هو يوفر ال 8000 جنيه دولت وهيجيب 20000 في الشغل بتاعه فهو ضحى بالفلوس دي عشان خاطر يجي ياخد الكورس بايه؟ بتاع السين ايه؟ فبيسموها برضه امبليسيت ايه؟ كوست ماشي؟ والايكونوميك كوست هي برضه ايه؟ الاكسبليسيت والامبليسيت كوست الاثنين يعني ايه؟ دي مجموعه الاثنين مع بعض يعني الاوبورتيونيتي كوست بتجمع عليها الامبليسيت والاكسبليسيت كوست 28 هي والاوبورتيونيتي تمام؟ طب يلا بقى يقول لك الراجل جونسون ده راح واقف ساعتين عشان يشتري التذكره بتاعت ماتش النهائي بتاع الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت. حلو كده واقف ساعتين في الطابور ودفع 200 دولار ثمن التذكره. فبيقول لك الاوبورتيونتي كوست كام بتاعته؟ هو مش واقف ساعتين يا ابني دي الاوبورتيونيتي دي ما هي دي قالها اسم كده ولا اسم ما هي الاوبورتيونيتي كوست اسمها امبليسيت كوست بقى حتى هو في الاجابه بيقول لك الاوبورتيونيتي كوست كوست كولد امبليسيت كوست تمام. طيب امبيوتد كوست Thank you.
انت قلت له كده. هي يا عم كان تبقى اني واحد ازاي يعني؟ The difference in total costs that result from selecting one alternative instead of another. اللي هو انت كان عندك اختيارين. الاختيار اللي تاخد الكورس في اليو سي وب 12 و 8. دي اسمها ايه؟ Differential cost. ايه؟ صح؟ مش احنا قلنا عندنا incremental cost هنا 12 والincremental 8 والdifferential ال 4؟ صح كده؟ طيب بي بيقول لك a cost that cannot be avoided because it has already been incurred خلاص committed cost صح او sunk cost صح كده ولا لا؟ طيب سي بيقول لك ايه؟ a cost that does not entail any dollar outlay ما بيجيبش عنها اي فلوس هو انت opportunity cost دفعت فلوس but it's relevant to the decision making process ال imputed cost دي مش انت دلوقتي لو كنت اشتغلت هل انت اشتغلت فعلا في الوقت ده؟ انت ما اشتغلتش الناس كانت جاوبت هنا مجدي طب وجهاد تمام انتوا كده الدنيا وضحت معاكم في السؤال اللي فات ولا لا؟ اه تمام ده احنا هدسنا في الريليفانت كوست دي بس نقولها تاني relevant cost قال لك ايه those future cost will be varied depending on the action taken all other costs are assumed to be constant and thus have no effect on or irrelevant طيب relevant cost دي وال irrelevant cost انا هناخد الكلام ده بالتفصيل قوي قوي في بارت 2 لما باجي اخد مثلا decision قرار معين بتاع ميك اور باي وباجي اصنع المنتج ده واشتريه فبشوف الريليفنت والريليفنت كوست في تكلفه الفيكسد دي ريليفنت يعني انت كده كده هتدفعها جايه مالهاش علاقه بالقرار بتاعك يعني زي مثلا تدفع ايجار بتدفع تامين اهلاك المكن كل ده ريليفنت بالديشن اللي انت هتاخده صح كده فاي حاجه انت هتعملها مالهاش ايه ملهاش علاقة. الفلوس مثلا عبد الرحمن بيقرر هيخش الامتحان ولا مش هيخش الامتحان. فعشان يخش الامتحان هيدفع هيجي ياخد الكورس هنا وهيدفع ثمن الكورس. لكن فلوس الامتحان هو دفعها دي irrelevant decision اللي هو هياخده. لكن irrelevant ايه؟ الفلوس اللي هو لسه هيدفعها عشان يجي ياخد الكورس هنا. تمام؟ لكن هو انا خلاص دفعت فلوس الامتحان ما بقتش irrelevant خلاص. ما بقاش ريليفنت لان مش هيفيش ريفاند برضه تمام كل ما بيدفعش حاجه طب الهيستوريكال كوست دي بقى التكلفه التاريخيه دي بقى بنسجلها في الفاينانشال اكاونتنج التكلفه اللي انت بتسجل بيها الاصل في الفاتير بتاعتك فقال لك از اكتوال برايس بيد فور ان اسيتس يعني زي مثلا انت اشتريت المكنه دي ب 100000 دولار تمام فهتقول ديبت الاسيتس كريدت الكاش ب 100000 دولار فهي دي الهيستوريكال ايه كوست ماشي كام ده هناخده بالتفصيل الجوينت كوست ديت الجوينت كوست دي بتبقى عباره عن ايه؟ في برودكت معينه بيحصل زي الحاجات اللي بتاعت البترول مثلا زي الموضوع بتاع الزيوت الزيت ده بيبقى بذره يعني زيت الذره زيت الصويا اي زيت بيبقى بذره زيت الذره ده بيبقى بذره الذره فبيحصل لها عندها حاجه اسمها كراشنج فبيطلع منها حاجتين بيطلع منها زيت وبيطلع منها الميل اللي هو بيبقى علف او البول ده حلو كده فالفلوس قبل ما يحصل مرحله الانفصال ديت اللي بيسموها سبليت اوف بوينت اللي هي نقطه الانفصال بيسموها جوينت كوست نفس الفكره بالنسبه لموضوع الحاجات البتروليه الكرود اويل ده بيطلع منه البنزين والجازولين والاسفلت والزفت والكلام ده تمام الحاجات دي انت تاني المفروض تبقى فاكر الحاجات دي من الجامعه تمام فاي فلوس بتتصرف قبل مرحله الانفصال
بيسموها ايه؟ جوينت كوست. فبيطلع مثلا البنزين، انا ممكن اخلي البنزين ده 80 92 95، التكلفه دي بيسموها ايه؟ سيبربل ايه؟ كوست، التكلفه اللي بتتصرف بعد عمليه الايه؟ الانفصال. يبقى اي تكلفه في الجوينت برودكت قبل عمليه قبل السبريت اوف بوينت بيسموها جوينت ايه؟ كوست. بعد عمليه السبريت اوف بوينت بيسموها سيبربل ايه؟ كوست. بينتج بقى معايا في المنتجات دي منتج من سعره قليل قوي بيسموه باي برودكت. حلو كده؟ الكلام ده كله هناخده بالتفصيل، ده في يونت لوحده. تمام كده؟ الكوست اللي هي التكلفه اللي انا بصرفها قبل بيفور ايه؟ السبريت اوف ايه؟ بوينت. ماشي؟ They are not traceable to the end product. They must be allocated. ما بتعملهاش تريسنج على المنتج النهائي، فبالتالي بعمل لها تريسنج. هناخد بقى كذا طريقه بالالوكيتد، يا رب بنعمل بيهم الايه؟ الالوكيشن. فممكن اعمل لها الالوكيشن حسب السيلز فاليو مثلا ات سبريت اوف بوينت بتاع كل منتج طلع من عمليه الانفصال ديت. مثلا ممكن اوزعها حسب الوزن، طريقه. ممكن في طريقه ثالثه اسمها النيترالايزبل فاليو، صافي القيمه البيعيه. في طريقه رابعه اسمها كونستانت جروس مارجن. هناخد بقى احنا الايه؟ الطرق ديت اعمل لها اللوكيشن بيها، لان انا ما بقدرش احددها على منتج معين، فبالتالي بعمل لها ايه؟ اللوكيشن اللوكيتد. طب السيبرابل كوست بقى ايه؟ قال لك التكاليف اللي انا بصرفها بعد ايه؟ السبريت اوف بوينت. بيقول لك وان سيبرابل برودكت بيكم ايه؟ ايدنتيفايبل. حتى لو عندي بنزين فبصرف عليه فلوس ثاني عشان اخليه 90 80 90 مفيش 90 دلوقتي 92 95 دي ما شافش 90 ده اصلا. انت فاكر كان في بنزين 90؟ بجد والله؟ يلا احنا عجزنا هو جربت. دلوقتي اتفقنا الباي برودكت ده احنا قلنا ايه هو؟ صح؟ طب ناخد سؤالين كده في السريع. بيقول لك جوينت برودكت كوستنج اند اناليسيس. Which one of the following cost is relevant when deciding the point at which a product should be sold to maximize profit. حتى احنا السبره بالكوست دي بنصرفها عشان ايه؟ نظبط المنتج ده بدل ما كان بيتباع بكذا هيتباع بكذا. صح كده؟ طيب بص يا عمي هنا فين؟ تركيزك راح ليه؟ خالص. لا انا في مكان كنت استنى هعمل جزء تسجيل. ثانية واحدة. عملية الإنتاج بقى بتاعتك واحنا شغالين في المصنع بتاعنا الإنتاج، فبيطلع عندنا إيه؟ سبويلج تالف. السبويلج ده يا اما يبقى نورمال يا اما ايه؟ اب نورمال. فمثلا دلوقتي احنا لو بنفترض واحنا بنعمل الكورس ده طول اللوح بتاع الخشب ده نفترض ان هو ايه؟ كان 9 متر 11 متر. احنا بناخد 2 متر خشب. حلو؟ او نخليه يا عم 10 متر وربع عشان يبقى حته صغننه خالص. فانت مع كل لوح خشب بتقطعه هيطلع هيتهدر معاك كام؟ ربع متر، لان انت بتحتاج 2 متر فهيتهدر معاك ربع متر. فالربع متر دوت نورمال ايه؟ سبويلج. تمام؟ الكلام ده برضه عندنا احنا مثلا في المولات الحديد بتقطع سيكونسنج بتحدد له انت يقطعه ازاي؟ الحاجه بتاعت مهندسين مش احنا يعني، بحيث ان انت هتشتغل قواعد هتشتغل عواميد هتشتغل سقف، بحيث ان انت افضل طريقه ان هو يقلل السبويلج بتاعه. طبعا بيجي حداد بيخالف الطريقه بتاعتك فبيقعد يقطع اللسان باشكال معينه فبيلبسك في هالك ايه؟ قد كده. صح يا حاج مجدي؟ صح. تمام؟ فالنورمال سبويلج ده اللي هو الهالك اللي بيطلع خلال الظروف الطبيعيه اللي احنا ايه؟ واحنا شغالين. تمام؟ طب الاب نورمال سبويلج ده اللي هو الهالك اللي غير الايه؟
ده غير الطبيعي. النورمال سبويلج ده طالما هو هالك طبيعي ده فانت بتحمله للكوست اوف جود ايه سوري الاب نورمال سبويلج ده بخساره تروح للبي ان دي ال على طول لوس. حلو كده تروح للانكم ستيتمنت خساره على طول. حلو كده. طيب زي ايه مثلا؟ انت شغال رحت العامل راح دخل عمل حاجه في المكنه راح مبوظ كل الحاجه على خط الانتاج ده اب نورمال سبويلج صح ولا لا؟ تمام. فهنا دي احنا اتفقنا ان النورمال سبويلج ده قال لك اذا سبويلج ذات اوكيرز اندر نورمال اوبريتنج ايه كونديشن. ماشي. ده كنترولبل ولا ان كنترولبل؟ ان كنترولبل لان انت الربع متر اللي زايد عندك ده مش هتعمل فيه ايه؟ طيب انت مش بتاعك. يبقى ان كنترولبل ايه؟ شورت لون. بيقول لك since normal spoilage is expected under efficient operations او انت مهما كان الراجل عندك كفاءته عاليه هيهبط لك ربع متر ده. صح كده ولا لا؟ عشان كده بنعمل ايه؟ برودكت ايه؟ كوست. ماشي؟ وبنحط بيابزورب في الكوست اوف جود او بوت اللي هي الكوست اوف جود ايه؟ سولد. او لو ما اتباعش جزء ما اتباعش بنحط الانفنتوري واحنا شغالين ايه؟ ابزوربشن. لكن لو شغالين فاريبل لو هو فيكسد ايه اللي موجود؟ انا هنكت انا كمان. ماشي ما علينا. هيروح في تكلفه الوحدات الايه؟ السليمه. تمام؟ طيب الابنورمال سبويلج قال لك is spoilage that is not expected to occur under a normal or efficient operating a condition. The cost of abnormal spoilage should be separately identified and a reported to management. The abnormal spoilage قلنا بيتعالج عبارة عن كايه؟ خلاص. ماشي؟ ليه بقى؟ unusual nature. مش طبيعي ان هو يحصل اصلا. صح؟ طيب بيقول لك لما نيجي نقارن النورمال سبويلج والاب نورمال سبويلج وين كومبيرد ويز نورمال سبويلج اب نورمال سبويلج. خلي بالك هنا وقف لك بالكومه وراح قايل لك اب نورمال سبويلج وبيتكلم فالكلام هنا عايد على الايه؟ تمام الايه يا حاج مجدي انا قلت لك احنا فصلنا وبنتكلم على الاب نورمال سبويلج. ماشي تمام. طيب خلاص يبقى ايه تقول انا اجابه؟ انت قلت عبد الرحمن. ما انا كنت مجاوب سي صح. انت بتلخبطنا يا محمد. معلش والله ما خدتش بالي انت كاتب سي. هم مين حد كان مجاوب غلط يا جدعان؟ استنى رامي سوري رامي كان جايب بي. انت دايما بتشوف الاجابه بتاعت السؤال اللي قبليه. حقيقة رامي هو ما تجاوبش اون لاين. هو بيشوف اجابه السؤال اللي قبليه. طب انا مالي؟ عشان اون لاين في تاخير في لا هو عشان فصل من كتر النظري زينا بالظبط. هو احنا ما ينفعش نقفل على كده النهارده يا محمد عشان غالبا نمنا. احنا ممكن نقوم نجري كلنا. ما كفايه كده يا ريس.
يا مستر محمد، بيقول لك voyage is not expected to occur under normal efficient operating condition. consider ايه؟ abnormal. شفتوا ما انا بحل بسرعه اهو. ربنا يديك الصحه، شاطر ما شاء الله. طيب بيقول لك الشركه بتاعتنا بتعمل ايه؟ ستيريو سبيكر للعربيات، ماشي؟ العربيات بتاعتنا ريجكتد حوالي 3% من الستيريو سبيكر دي ريسيف از بيجيننج اوف ان اكسبتبل ايه كواليتي. في 3% بترفضوا، ده كده نورمال ولا اب نورمال بالنسبه لي؟ طيب ذا كومباني اكسبكتد ذات ذا ريجكتد سبيكرز تو ديترماين ويتش وانس شود بي ريوركد. الناس بتفحص الحاجات اللي اترفضت دي، امتى هينفع ادخله على انتاج تاني يتعمل له ريورك ويرجع يتباع، اند ويتش وان شود بي ديسكاردد، اجيب ايه اتخلص منه. طيب السبيكر اللي انا اتخلص منها دي يعني اسمها ايه؟ شفت القصه اهو، سهل جدا مش فاهم. طيب الاب نورمال سبويلج ايه؟ كانوت اوكير وين perfection standard are used ولا is not usually controllable by production supervisor، تمام، ولا result from unrealistic production ولا is not expected to occur under efficient operating condition. الابنورمال سبويلج طبعا الاجابه بتاعتنا دي متوقع ان هو يحصل تحت الظروف اللي ان انت الناس بتاعتك شغاله بالكفاءه الايه بتاعتها اللي انت عايزها، صح كده؟ طب الريورك والسكراب والويست. الريورك ده الوحدات اللي هي معيوبه اللي انت ممكن تعيد تشغيلها تاني، تمام، وتصلح فيها المعيوب وترجع ايه تبقى مظبوطه. طب السكراب، السكراب ده الجزء اللي من الرو ماتيريال اللي فاضل بتاعك مش هينفع تستخدمه في العمليه اللي انت بتنتج بيها، بس ممكن هيتباع في ناس ثانيه هي هتستخدمه، زي مثلا في مصانع بتاعه الزيوت بيتباع فيه حاجات كده من الزيت ومش عارف ايه، بيقعدوا الناس بتاعه الصابون بتعمل منها الايه؟ مصانع الصابون بتعمل منها الايه؟ يعني الصابون يعني حاجه فاضله من اللاجئ هتستخدم من الرومات اللي انت مستخدمها، مش هينفع انت تستخدمها في الانتاج بتاعك، بس حد ثاني هياخدها هيستفيد ايه منها. السكراب ده بقى الحاجه اللي باقيه من الرومات اللي بتاعتك، الخرده. ما هو السكراب ده اللي هو الخرده، قصدي سوري الويست بقى اللي هو اللي اتبقى ترمي في الزباله بقى، زي شنطه الخشب اللي كل ده بيتباع عندنا في مصر. الراجل الناس اللي بتاع الحديد اللي بيبقى فيه حاجات صغيره برادك، تمام. يبقى هنا السكراب ده بيبقى ستيل ايه يوزبل، بس بيستخدم لغرض تاني، ده نو فيرزر ايه يوز. حلو كده، يبقى الريورك معمول له اعاده ايه تشغيل او تدوير ممكن نستخدمه. السكراب بيستخدم بس في اغراض ثانيه. الويست زباله. لا السبويلج ممكن يتباع، السبويلج ده ثاني فممكن تعمله ريورك ويشتغل، لكن السكراب ده مفضلات اللي فضلت منك اللي بلاش هيتباع، والريورك او السكراب اللي فضلت فضل منك هتتباع بس هتستخدم حاجه ثانيه. الويست اللي هي خلاص زباله خلاص انت عايزها عشان حد يجي يشيلها اصلا، ماشي. طيب سي مجدي نو فيرزر يوز. لا سوري سوري سي صح سوري. تمام تمام. طيب الكارينج كوست، الكارينج كوست دي تكلفه الاحتفاظ بالمخزون، ماشي. طب زي ايه مثلا؟ انت جبت مخزون بيقول لك هتجيب المخزون ده هتحطه في المخزن، المخزن ده هتأجر بفلوس، جايب ناس شغالين في المخزن يحرسوا، تدفع تأمين على المخزن، حلو كده؟ فقال لك our cost that of storing or holding inventory. قال لك example carrying cost الكابيتال، insurance، warehousing، الاوبسيسنس اللي بيحصل، التقادم اللي بيحصل للحاجات اللي انت مخزنها. افترض عبد الرحمن عمل مشروع، ماشي، راح اشترى اجهزه فيديو. باظ تقادم. طيب الترانسفير دي ان كوست دي هناخدها لما نيجي ناخد البروسيس كوست بالظبط. البروسيس كوست دي التكلفه لما خدناها في الجامعه كان في حاجه اسمها مراحل وحاجه اسمها اوامر، صح؟ فالتكلفه لما المنتج بالمراحل دي فممكن البرودكت ده يتنقل من ديبارتمنت لديبارتمنت ثاني، فلما بيتنقل من ديبارتمنت A لبي
يبقى اتصرف عليه تكاليف في ايه؟ في ايه؟ فبيتنقل بالتكاليف دي للتكاليف في ايه؟ باسمها ايه بقى؟ ترانسفير دي ماشي؟ الفاليو ايتنج كوست دي اللي هي التكلفه اللي بتديك فاليو للايه؟ للبرودكت بتاعك. مثال الكارت بتاع الموبايل اللي احنا قلناه في اول محاضره اللي انت لو شفتها هتاثر على الايه؟ على البرودكت. النون فاليو ايد اللي انت لما بتشيلها حلو كده؟ طيب النورمال كاباسيتي والبراكتيكال كاباسيتي والثيريتيكال كاباسيتي، تعال ناخد دي الرسمه دي احسن ماشي؟ النورمال كاباسيتي والبراكتيكال والماستر بادجت والثيريتيكال. اتفقنا ان ايه؟ احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده برضه خلي بالك ماشي؟ الثيريتيكال كاباسيتي دي اللي هي الليفل اوف اكتيفيتي اللي ممكن يحصل لو الشركه بتاعتنا بريديوس ات ايه؟ ات ابسوليوت موست افيشنت at all times 100% مفيش theoretical. التكلفه النظريه اللي هو الكتالوج بيقول لك المكنه دي بتعمل 10000 وحده في الساعه، 10 وحده في الساعه ده ايه؟ هتقول لي ده انا من غير ما توقف من غير مش عارف ايه. حلو كده؟ طيب الماستر بادجت كباستي، كباستي اللي انت متوقع تعملها خلال الماستر بادجت بتاعتك بعد السنه ايه؟ الجايه. حلو كده؟ طيب النورمال كباستي بتاعتك قال لك الليفل بتاع الاكتيفيتي that will be achieved in the long run taking into account اللي ايه؟ التغيرات اللي بتحصل بقى الموسميه بتاعت البيزنس بتاعك وكل حاجه بتحصل، الاجازات مش عارف ايه ايه الكلام ده. طب البراكتيكال كاباسيتي قال لك هي عباره عن الثيوريتيكال اكتيفيتي ليفل مطروح منه ايه بقى؟ allows for available ايه؟ انتربريشن زي ايه؟ زي الشت داونز فور هوليديز الاجازات، يعني الوقت اللي انت هتقفله عشان الاجازه العيد الكبير مثلا. دي تعتبر ايه؟ براكتيكال كاباستي. استاذ عبد الله عايزين نشتغل بالثيوريتيكال كاباستي، مش عارف محاضره العيد خدناها اجازه مثلا تمام. الصيانه المكنه هيقف عشان الصيانه، فانت ما الراجل بتاع الايه الثيوريتيكال ده مش عامل حساب الكلام ده، ما حسابه المكن شغال 24 ساعه تمام. But not decreased for an expected decrease in ايه sales demand، ملوش دعوه باللي بيحصل بقى، لكن النورمال بياخد باله من الحاجات ديت هو اللي ايه والماستر ايه فاضل. حلو كده؟ ده كده خلصنا ايه؟ خلصنا السي ام اي صح؟ سي ام اي لا لسه كده اول النهارده بتاع كده طيب. حلو جدا. فيها كده فيها ماشي ماشي ادور عليك واقول لكم بس على حاجه في السريع. بصوا احنا كده كده كل ده هيتاخد بالتفصيل ماشي؟ الجوب اوردر والكوستنج والاكتيفيتي بيس كوستنج واللايف سايكل كوستنج، كل دي مواضيع عليها يونيتات، الستاندرد كوست الفليكسبل بادجت، كل ده هيتاخد بالتفصيل. فده كده كده انا ما كنتش، احنا فعلا كده خلصنا. انا ايه هبعت لكم السلايدز بتاعه اقروه بس كده، لو حد حاسس ان في حاجه رخمه ما يكملش، لان كل ده هيتاخد بالتفصيل تمام. وفعلا كده كفايه اول النهارده. عنده وقت يقرا، احنا بس نذاكر النهارده يا جماعه لمده ثلاث محاضرات تمام. خلاص يعني فكره ان مش كل محاضره مثلا مش كل محاضره عامله لازم يبقى شغال. يلا اشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام يا جماعه.